كرسي مجرى أو صح حلال وصدر بركان دعد وهذا مجرى سنة سرادة برلمان كفر ديسو موشيكا ويا لا غوانك سنة غولها إسكالة لابد أغل أو غانك غاري دونو موشيكا كوس أبسن عديك عاد كنتين أو حلوانا دبدي أيدي صحيحين دو ديسو وغيري دونا لكن هذا إنا يا وضع الدورة دو كلا سرعيان وعلى مارمان kulanka wada jirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta isniin ka qabsomay xarunta filaha Hargeysa ee Muqdisho iyadoo uu garwadeenka ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Abshiro waxa sii socotay dooda cutubka afraad ee matalada shacabka iyo doorashooyinka madaxiisa koobaad oo inta badan ka xog waramaya arrimaha doorashooyinka madaxweynaha iyo sidoo kale mudduxileedka dalka xilibanada ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay iyagoo inta badan gaashaanka u daruuray qodobada ku xusan madaxa koobaad ee cutubka afraad matalada shacabka iyo doorashooyinka dooda xilibanada waxay u dhacday sida tan muxuu ahaay xilnayga ma qaadi karo war ilaahay idin ku dhaadi wax ka qatar badan ma jir dalka ma doorasho loo diraa dib loogu diraya yaa kala saari kara baarlamaankii wax oo kala saaray waa laga tagay muxuu ahaay cod iyo cuf aan ka dhignay شعب اللي يقولي بوا إيجا دورنا يو مشاس وكت كعرر محي الأول بوا هكلا وعرر واحد واحد جدا كله قد أنت تدري شيء جرواي سيدا روح روح جيني دل كم مال قطر إلى نقودنا يعني أنا جا أنا واركا أنا وحن قبا وأني بتكي كل سنة يا ملحوينه والله صوت دورن كراسي توسا رئيس وزارة أو أسرع سوى مقاعدة أسرع حلك أو فقالن كرو برلمان كان حلك أو فقال كر المينا عن سمايل سيس غبسي ك رئيس وزارة ملحوين هذا بمال بو مرة رئيس وزارة أنا وانا عنه وقدرانه يني ملحوين يرئيس وزارة أنا إسكو قطار ميني عن سمايل واسمين كرنا أي أن كدينه ملحوين يملحوين كل حاجين شعب في صوت دورتين أو دوديني أو مشين كلو قري قبلها الصوماليات دلني رضا جامعة كبحي إبك كويس في سيد الدولة يكون برايفة كاي أهايين مركا النجوى كل شيء ناي إن عند الصور كقبلها إيش وحكة أنصحن أو بنات وقبحنا لكن حلي جاي لما جاري أنصحن تمركا اعتماده أو قاد بدني أنقرنا إيموشين كي أنقرنا لوسو دري وايو مركا سقبلها صوماليات بري كيهين أو بنات كي ساجايا لبرمان كجرا والله ولا أقل أي صنعة كلها لكن هذا ما رالي هذا ضدي الناس عطوا إله إذا كل درس كراس البرلمان كلا ولا أقل إلا صدر دولة الشيء ما فرقليا مس قبائل هذا مركز أن لد جنا فرقلي كرس مجرى أو صح حلال وصدر بركان دعدو هذا المجرى واحد جرو واحد جرو كراستا وحواي بركة رد إذن الله هذا له حد حلوانا آمن سن حد دي الوصول دور تأذى الوصول دور تأني لكن عدالة اللي هم بصوتها مصوح ناس حلوان عمر شريف جيك حلوان كره اللي دودي ستوسة دور وحربا إذن كو واحد شيء الجوك نميو وحربا مركة حلوان عمر شريف جيك موضوعه وصحيح هي حرة عدالة عدالة قصورية وحاربنا كور وحاس كهذا لكن حلبان كلا نقول وحاربنا وليس كأنك نصار أو أخ أنك وحفر قلين نوهاي مركز تبو قبائل إلا أن لدي قلنا حيو كراسي نوكو خاتان مركز أنك اسكا هذا كرس حر أه بنادر أه قبل كان كسر بحا مجر دادك كو حقرنا أو دهايين وان كو حقرنا هاي فايف كاس إن شاء الله ما أنتيت أيان كبورينا إن أن 425 كو كبحانو دور الشقو في عضا آدنو حزبية آن آدنو وصودوين لنا بقول كيف بقول وحد مدى وليا ما بالقبلة دي لأني درين كقبان قضب كأه إن دولة فدرالكو أي كرمير تأي خبيصو إن سي صحة دور الشو نظيفة إني دعيس ما بالقبلة دي لأني كدعضو قضب كأه إني درين كقبان بعد مدى لكن والا مارمان هدي دولة دولة وضا سيمان أيهين de dowladda federaalku macna ma sameeyneys markay awoodu waa inay kala sareeyaan dowladda federaalku waa inay yeelato ugu yaraan xaqiijinta doorashada maamul goboleed ka dhacaysa inuu yahay mid sax ah ma laga run sheegay arun sheegid waa qodob kale oo waaki
oo yaa damaanad qaaday dawladda lafteedu inay sameeyayso taas waxay u noqonaysaa run sheegida laakiin inay awoodaha dawladdu kala sareeyaan waa laga marmaan baarlamaankan hawshan isaga ay u taala hadii jabta 7 iyo waa la kala tagaya iyo eeryada noocaas ah dadku badan way ka hadleen siyaasiin badan baa ka hadashay laakiin waa la kala tagaya kalmadda la yiraahdo kalmadaas waa kalmad dhigtay ummadda Soomaaliyeed laga hadeen laga siixan waayo xaqiiqa kalmadaasna kalmad sax maaha baarlamaankana sharaftiisa dhaawac ku tahay ummadda Soomaaliyeed dhaawac ku tahay ummadda Soomaaliyeed waxay soo guurtay carto ilaa hadda baa la soo kakabahay dowladnimada saaka ninka yiraahdo waa la kala tagayaa oo tuula la aadaya waad xasuusanaysaan hadalkaas ninka ku hadlay maalintii la doortay habeenkii Muqdisho ninkii joogay wuu joogaa baabuurta ciidamada shacabka fuulay sida loo soo dhaweeyay shacabka raacay wax walba la sameeyay ilaahay wuxuu qadaray kalmadaas inay yeerto waa la kala tagaya xaggee ka qalan u qalantaa arrinta shacabka Soomaaliyeed mid u qalanta maaha Cabdiqaadir Maxamed telefishinka CBA xarunta golaha shacabka magaalada Muqdisho